للأسف إن الخبر اللي جاي معانا خبر محزن، إنه لسه نزيف الأسفلت مستمر، وده طبعا بسبب التهور في القيادة. النهاردة الصبح للأسف لقي 12 شخص مصرعهم، وأصيب 7 أشخاص آخرين في حادث تصادم على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من كمين الشيخ فضل في محافظة المنيا. التصادم كان بين سيارة ربع نقل وسيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي زي ما قلنا بالقرب من كمين الشيخ فضل ببني مزار. تم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى بني مزار العام، وتم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة، وتم تسيير حركة المرور، وأخترت النيابة العامة لتباشر التحقيقات. إحنا معانا دلوقتي لمزيد من التفاصيل سعيد نافع، مدير مكتب المصري اليوم في المنيا. مساء الخير أستاذ سعيد. مساء الخير أستاذة نديم، تحياتي لحضرتك. أهلا بحضرتك. كلمنا أكتر عن تفاصيل الحادث المأساوي اللي راح ضحيته 12 شخص النهاردة. هو في البداية أنا بأكد لحضرتك أني زي ما أكدت أن ده حادث دموي، وأن دي نتيجة السرعة الزائدة في طريق الصعيد الصحراوي الشرقي، وأن للأسف منذ ساعات أعلن عن ارتفاع عدد الضحايا إلى 13 متوفي، وأن عدد المصابين 6. جميع الضحايا من أهالي قرية أبو قلتة بمركز ملوي جنوب المنيا، ودول كان في طريقهم إلى القاهرة للعمل، وان حصل تخطي خاطئ، بين سيارتين ميكروباص، مما ادى الى اصطدام احدهم بمقطوره سياره نقل كانت تسير من الامام، ادى الى انقلاب الميكروباص، وادى الى وجود 13 حاله وفاه. كانت في البدايه 12 زي ما حضرتك اكدتي، وعقب وصول المصابين الى مستشفى المنيا العام والتامين الصحي، لقي احد المصابين لفظ احد المصابين انفاسه الاخيره، اللي ارتفع عدد الضحايا الى 13. التقارير الاوليه الفنيه للمرور والبحث الجنائي والامن اكدت ان كانت العربيه السيارات تسير بسرعه فائقه، وكان في سباق ما بين قائد السياره التي اصطدمت بمؤخره النقل مع سياره اخرى، وان التخطي الخاطئ من صاحب السياره ادى الى اندفاعها بمؤخره السياره النقل، فادت الى الاصطدام والحادث الدموي. تم بالفعل نقل السائقين من ضمن المتوفين؟ هو معظم اللي في يعني 90% من اللي في موجودين السائقين احدهم متوفي والثاني على قيد الحياه. الا ان التقارير الفنيه اكدت ان في حصل تخطي خاطئ، حصلت سرعه زائده، تم اعاده تسيير الحركه المروريه لطريق الصعيد الصحراوي الشرقي، وتم نقل جثث الضحايا المستشفى بني مزار زي ما حضرتك اكدتي، وانما المصابين حالتهم حاليه دلوقتي 6 مصابين حالتهم مستقره يعني نسبيا، ولا يوجد يعني اسباب، لا يوجد يعني مؤشرات ان في حالات وفيات اخرى. باكد لحضرتك يا استاذ نيفين ان طريق الصعيد الصحراوي الشرقي هو من اهم الطرق اللي بتربط شبكه الطرق، وان ده بيؤدي الى ان السائقين بيسيروا بسرعه فائقه، مما يؤدي الى حدوث انفجارات في الاطارات وتصادمات، وده بيحتاج الى رقابه مروريه وتكثيف مرور الطريق. نعم يا فندم. ما عليهوش رادار؟ اجهزه رادار؟ ما هو للاسف هو مطلوب تكثيف رقابي من اداره المرور على هذه الطرق الصحراويه، لان هي طرق مؤهله لسرعات اكثر وتحتاج الى فرق مروريه اكثر. وبالليل بيكون أكثر منور وفي خدمات ولا لا؟ يعني بالليل ما بتكونش الطريق غير مضاء بالليل، انما هو الطريق مؤهل لاي مساحات ومؤهل لاي سرعات ومؤهل لاي سير، يعني الطريق معد كطريق دولي. انما للاسف ان هو بينقصه اما تكثيف مروري او شبكات المحمول، للاسف ان في كل مساحه معينه لا توجد شبكه محمول على هذا الطريق، يعني في انقطاع تواصل كمان، فهو الطريق يحتاج الى تكثيف مروري، تحتاج الى شبكات محمول للحد من هذه السرعات. تمام، بنشكر حضرتك استاذ سعيد نافع مدير مكتب المصري اليوم في المنيا، شكرا على وجودك معنا. وزي ما استاذ سعيد قال واحنا بنضم الحقيقه صوتنا لصوته، وبنوجه رساله لكل المسؤولين ياخدوا بالهم شويه، يشوفوا اللي المفروض يتعمل ويعملوه، علشان في ارواح ناس بتروح. انا عارفه ان في استهتار من بعض سائقي المركبات، بيستهتروا بالسرعه وبيسيروا بسرعه غير قانونيه، وده كمان لانه ما فيش الرقابه اللازمه عليهم. اتمنى انها تزيد الرقابه علشان نحمي أولادنا من هذه الحوادث المأساوية.